يعني بخصوص النظام اكيد الداخلي، الانديه بخصوص النظام الداخلي، بخصوص النظام الداخلي مو بخصوص دوري. لا 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 على الدوري، لا عفوا على الدوري، هو لا الدوري، لا الدوري قضيه تخص لا 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 عفوا لا عفوا قلت الدوري لان الانديه طلبت الغاء الدوري. انا كنت كلش مركز على اي فالان ها الانديه اكيد اضرب بمصالحها اللاعبين، تعرف كل زين اليوم اكو يعني مرض خطر، يعني كيف انت تجي تخلي هذا التقارب، وكل الصحه الدوليه توصي بال يعني تخلي المسافات شلون تكون بعيده. انا اشوف الغاء الدوري اجى في وقته صعب جدا اخ عدنان، اولا حراره الجو، احنا مو مجرد نشاط، هي الحياه متوقفه، هناك حظر شامل، كيف انت تريد دوري؟ قل لي يعني اذا هذا يناقض عمل المؤسسات الدوله العليا. بس الدوري القطري راح يرجع وهم رطوبه اكثر من الدوري السوري، الدوري الدور المصري، هاي دوريات عربيه. احنا بالعراق العكس صار، يمكن بالبدايه احنا الحمد لله كنا قلنا الف الحمد لله والشكر، الله يمكن عرف شنو ظروفنا، اصابات قليله، لكن يؤسفنا قله الوعي، رجعنا من جديد، يعني الان الدول بدات تسيطر على الوباء وبدت الحياة ترجع طبيعية. تركيا حتى السبت والأحد اللي هي عطلة كانت ممنوع تجوال، هذا الأسبوع سمحت للناس بالسبت والأحد. احنا رجعنا الآن للحظر الشامل.